جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. علمت من السنة أن الوضوء يستحسن ويستحب لكل من أراد النوم، هل يلزم ذلك المرأة إذا كانت معذورة شرعا، وهل من السنة لها ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الوضوء عند النوم ليس بواجب، إنما هو مستحب. استحب أن ينام الإنسان على طهارة، وأن ينام على جنبه الأيمن، وأن يأتي بالأذكار الواردة عند النوم. كل هذه أمور مستحبة، وفيها حفظ للإنسان من كيد الشيطان وأذاه للنائم. والحائض أو من عليه حدث أكبر، الجنب مستحب له أن يتوضأ، الأكمل أن يغتسل وأن ينام بعد الاغتسال، وإن لم يغتسل فعلى الأقل يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر. أما الحائض فلا أعلم دليلا على أنها تتوضأ من أجل النوم. نعم، من أجل النوم.